تغشش. سفيان مرحبا. شكيب مرحبا. خلينا نرقيك اهلا وسهلا بيك. ولا بدايه شكيب باش تكون معاك حسب ما نشوف انت متغشش. انا متغشش على خلفيه المداخله الصباحيه اللي افتتحنا بها النهار من السيده عبير موسي في مواجهه سيد احمد عظوم وزير الشؤون الدينيه اللي كالعاده تجيب من الخابية وتحط في الجابية وتواجه في الرجل هذايا بالحديث عن أخوانة وزارة الشؤون الدينية، بالحديث عن تعدد الزوجات، بالحديث عن عمل المرأة، بالحديث عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والقرضاوي اللي رددت اسمه في أكثر من مرة، وبالحديث عن الطواغيت. ينجم يصح الحديث هذايا في مواجهة أكثر من شخص، ولكن لن يصح في مواجهة القاضي أحمد عظوم. أنا شخصيا نعرفه من قريب الرجل هذايا، نعرفه وقت كان رئيس أول محكمة الاستئناف، رجل على كفاءة، رجل على تمدن، على تنور، نعرف عائلته صغاره، لمرة اخترق الدماغ متاعه أنه يدافع ولا يدز مع أخوانة الوزارة وإلا تعدد الزوجات ولا الطواغيت خاصة. والرجل هذا بالمناسبة ولد القيروان، معناها أروى القيروانية، الصداق القيرواني. هذا رجل وابن المدرسة أروى القيروانية وصداق القيرواني، معناها ألف وعوذ بالله أنه الرجل هذا يفكر في يوم ما أنه يتحدث عن تعدد الزوجات، زائد أنه الحديث عن طواغيت وطواغيت. أنا نفاجأ السيد عبير موسي اللي نعرف أنه قليلة مطالعة يمكن لانشغالاتها السياسية الكثيرة، يكفي أنه تراجع عدد من أعداد مجلة دابق للدواعش تطلق قائمة ممن يصمهم ويصفهم ويصنفهم الدواعش من بين الطواغيت. ستتفاجأ حينما تجد أنه رجل غنوشي على محمد مرسي على غيره من المعروفين مصنفين ضمن الطواغيت. أعتقد أنه عبير موسي هالمرة هذه أخطأت العنوان، نقعت خارج الصحن كما يقولوا وبعيدة على الخزمة حينما تواجه السيد أحمد عظوم بمثل ما واجهته به. هل تصنيف مجلة داعش لشخصيات في تونس أو في غيرها طواغيت يعني أنه نحن باش نقولوا أنهم هم على مسافة من الإرهاب؟ ما نعرفش، بعد نسألكم، لكن هات نرجعوا إلى لب الموضوع. خليل، عبير موسي تقول أنه اليوم فما دولة موازية موجودة من خلال تساهل أو تغاضي وزارة الشؤون الدينية عن الجمعيات المشبوهة. تغاضي، هل ترى اللي قالته عبير موسي هو من اليوم ولا منذ سنوات؟ اليوم أي إنسان يحكي مع وزارة الشؤون الدينية ما يتذكرش قديش من نطاق تعليمي موازي تخلق في الحكومة التونسية بدون استشارة أي هيكل رسمي وبمضمون يؤدي امبليسيتمون إلى الإرهاب. علاش ما نكونوش واقعيين؟ علاش ما نتحدثوش أن تونس كاملة في موضوع القرضاوي تعامل التعامل الشخصي وما تتعاملش تعامل سياسي ومعرفي؟ لماذا؟ لأنه كلنا نعرفه والدنيا كلها تعرف انه القرضاوي لا يمكن ان يعامل كجمعيه اتحاد العلماء المسلمين، وكل الراي العام يعامله كجمعيه لا لشيء الا لان عبير موسى اليوم عملت اعتصام. ما نجموش نقولوا جمعيه عندها صبغه داخله في الصراعات العسكريه وفي النزاعات السياسيه الدوليه. اكثر من فيديو نحلوا اليوتيوب الناس الكل، اكثر من فيديو اتحاد العلماء المسلمين يهاجم الفكر النير، يهاجم الفكر المستنير، يحاول دائما ان يزرع داخل المجتمعات تصور متطرف للدين. هذا هو الموضوع. الموضوع أن وزارة الشؤون الدينية وهي تعلم، ووزارة التعليم العالي وهي تعلم، ووزارة التربية وهي تعلم أن هناك تحايل على قانون الجمعيات، وأن المرسوم 88 غير مطبق في هذه الجمعية، باعتبار السيد رؤوف النجار قيادي في حزب لا يصح له أن يترأس فرع جمعية. هذا ما تحدث عليه حتى سي عبد المجيد النجار، هذا ما تحدث عليه حتى حد، ما تحدث حتى حد أنه تزرعت لنا شهيد LMD إجازات تسند إلى الناس لفكر خارج على نسيج المجتمع، على ثقافة المجتمع، على طبيعة المجتمع، على ثقافة التونسي، على الثقافة المستنيرة اللي هي أساسات الدولة الوطنية التونسية. علاش ما نحكيوش على هذا ونشخصوا المسألة في عبير موسي وزير شؤون دينية وغيره؟ الدولة ساكتة عندها سنوات. خليل الرقيق، هذا هو الأساس اللي عامل عليه عبير موسي والدستور الحر الاعتصام الحالي. ولكن سفيان أنا مش هذا موضوعي يعني. أنا موضوعي هل قالوا الحديث هذا يتقال في وجه أحمد عظوم ولا لا؟ هذا سؤال. الرجل اللي عمل عركة كبيرة مع السلة العبيد
العبيدي وانت تعرف مع حسن العبيدي عمل عركه كبيره ما يتقالش ولو اشتر كلمه مش اكيد هذا حق انا حكيت مع شخصيا شكيب ما اعتقدش اني حكيت مع شخصيا في شخص وزير شون دي لان اتصلت بالوزارات الكل في الموضوع هذا وحد ما جاوبها بالوزارات الكل ومؤخرا كان عندها لقاء مع وزير شؤون دينيه التقت حتى وزيره المراه وهذا هو الخطاب المتكرر سفيان هل اليوم عبير موسي او اي نائب اخر عندما يتوجه بالحديث الى وزير شؤون الدينيه مثلا هل هذا يعني كما قال شكيب انا هي قاعده تضع على المحك شخصيه واسم الرجل او انها تتحدث مع وزاره في اطار تواصل الدوله والحكومات اسمعني احنا شنو هو الاطار هو اطار هو مناقشه ميزانيه الدوله الميزانيه العامه للدوله ومناقشه ميزانيه وزاره شؤون الدينيه يعني أن تدخلات النواب كل النواب من المفروض أنها تكون تتعلق بوزارة الشؤون اليوم مثلا بوزارة الشؤون الدينية ووزير الشؤون الدينية باعتباره المسؤول الأول هو يتحمل كل ما يجري كل سياسات الوزارة هذا ما واحد حتى السياسات اللي كانت سابقته باعتبار مفهوم استمرارية الدولة. سمعت شو حكي على تعدد الزوجات في الوزراء اللي شدوا وزارة شؤون دينية سفيان؟ خليني عاد عملنا هذا الكادر ولا شكيب هذا الإطار هذا مهم جدا خلينا نفهمه اليوم إطار تمويل اليوم التمويل نتاع الجمعية هو اللي وقع إثارته اليوم القانون هل يسمح القانون لوزارة الشؤون الدينية بالتثبت من تمويل الجمعيات لا يسمح هل يسمح القانون التونسي لوزارة الشؤون الدينية في التثبت من محتوى الجمعيات المرخص لها لا يسمح وزارة الشؤون الدينية عندها في الناحية هذه فقط المحتوى داخل المساجد المحتوى المعرفي الديني اللي تقدم في البلايص الكل المحتوى المعرفي الديني في المساجد ما عندهاش الاخرين ما عطاتوش الرخصة ولهذا ما يدخل ما دخلش فيه هي قاعدة تتواصل ولا تتجه بالحديث الى شخص ما عندوش لمويا متاع المسؤولية متاعه ما عندوش قرار المسؤولية متاعه لا عنده سلطة قرار لكن ما عنده سلطة قرار عنده سلطة التنبيه طبعا عنده سلطة المواقف يدافع عن المنظومة بوش صحيح ما ندفعوش على الغلط الله يخليك ما ندفعوش على الغلط توجه للشخص المعني لا بالله توجه كلمة لو تسمع يا خلود كلمة فما فزعات انا حبيت انبه واحد انه ذا ما يتقالش في وجه احمد عضو مش معناها راهو انا مع حرية التعبير اما واحد اثنين فما فزعات فما سعي في انه نضخم ونكبر الموضوع انا وزارة الشؤون الدينية اللي حطت على جدول اعمالها تعدد الزوجات ثلاثة علاش خليل وقل لي انت هنا فسر لي انت افهم مني واقرب مني بعبير موسى علاش المرأة ذي وهي تعدد في انجازات المرأة التونسية وفي الناس تحب تنتهك حقها وحقوقها وحريات علاش ما حكيتش على زواج المسلمة والتونسية بغير المسلم علاش ما حكيتش على المساواة في الارث علاش سكتت على الموضوع هذاك ودسيته على جنب لا لا خاطر هي سياسية هي امرأة سياسية محامية ما تختار في محاورها ولكن شو نقول انا هي امرأة سياسية تختار محاورها ولكن المحور اللي حكيت فيه صحيح ولا غلط فيما يخص تشويه المعالم نتاع الفكر الديني التونسي فيما يخص انه ثم فكر جديد متطرف تخلينا اصبح مفرخة تصنع في الارهابيين وتصنع في الناس اللي ماشية تقتل في العباد هذا صحيح شكرا خليل وإذا حكيناه قبل ما يخرج حد عبير موسي قبل المؤتمر نتاعه عام 2015 نرجع للجلسة نتاع اليوم سوفيا نختم حديثك يا ولدي هذا هو الكل صحيح الكلام اللي تقول فيه ما لا يقول في كلام صحيح تعرف السياسة في موضوع ثاني كما قلت انت صحيح خليل كلم صح الكلام الصحيح حول دخول فكر جديد والأخطار وكذا لكن اليوم مجال الجلسة إطارها ما هوش متاع هذا واضح جدا وبالتالي معناها فوتنا على رواحنا وعبير موسي فوتت علينا أنه نسمع رايها في تسيير وإدارة وزارة اللي هي وزارة شؤون دينية واضح سفيان انت ترى انه الكلام اليوم ما كانش وقته وما كانش متوجه صحيح. للشخص المناسب انا كلمة برك الجمعيات لبعض الجمعيات في تونس صحيح مخترقة من حركة النهضة خلينا نقول بوضوح
جمعية اتحاد علماء المسلمين فرعها في تونس هو أحد الوجهات اللي تشتغل عليها حركة النهضة. حركة النهضة يعني هذا الموضوع أنا اللي يلزم أنه حزب سياسي يستعمل جمعيات، لكن كي نطرح المبدأ من الزاوية هذية قالوا لا، نطرح الموضوع بانوراميك الناس الكل. أنا نحب نشوف حماسها زيادة في جمعية خليل تونس مثلا، كيفاش يتم تمويلها حسب محكمة المحاسبات بشكل غير قانوني، تمويل أجنبي، ويقع استعمالها في الانتخابات. كي أنا واحد يعطيني تصور منسجم واضح هكي نمشي معاه، أما كي يبدأ يوظف لي في الموضوع أي حاجة يجي يوظفها شنية الحاجة اللي في علاقة بحاجة وهذا في علاقة العقلية السيلكتيف هذه من الوبسيسيونيل في علاقة بالإسلام السياسي. أنا واحد من الناس ما نجمش نجي معاها ناخد أي شيء بلاش كيه. هذا هو هذا المجال، هذا المجال اللي وضحه سفيان اليوم شنو اللي تحكيه في هذه الجلسة وما هي تفرعات. وهنا وصلنا توا إلى حالة كل الجمعيات اللي عندها أموال مشبوعة على القضاء. نختم شكيل، لا فرصة حبيت هذه فرصة باش نذكر معناها بشيء عمله أحمد عظوم إن شاء الله يواصل فيه، هو موضوع أنه حرص على أنه يدرب المؤذنين باش يأذنوا على الطبوعة التونسية، وهذا يأكد تونسية الرجل. هي أي حاجة باهت باهي برش. يلا شوفوا سفيان فرحان ولا متغش. هاتش نبدأ بالساعة متغشش للتقييم السلبي للإدارة التونسية من طرف المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة. نعم البارح تم تقديم معناها صبر أراء لخمسمائة مؤسسة تونسية PME حول أداء الإدارة التونسية. اللي يظهر من هذا السونداج دوبينيو أنه 83% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر الإدارة تمثل عائق أمامها، وقت اللي عم ناول كانت 79% أكهوية، أي بزيادة 12%. مؤشرة التقييم اللي هي علاش قيموا، مؤشرة التقييم هي ستة. أيوة. الرضا العام، النجاعة، الاستقبال، سرعة تقديم الخدمات، وضوح الإجراءات والرقمنة. كل المؤشرات التقييم هذية تراجعت إجمالا مقارنة بالسنة الماضية. هذا نذكر سفيان أنه هذا تقييم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بخلاف المواطن هذاك العادي اليومي يمشي. هذا تقييم المؤسسات اللي قامت معناها ببادرة من مركز المسيرين الشوبين معهم كونراد ديناور وعطاو البيرو ديتود اللي هو وان تو وان. معناها صبر الأراء هذا يوري أنه 37% من مسؤولي المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعتبروا أنه في إطار الكوفيد الإدارة ما تفاعلتش إيجابيا مع المؤسسات، وكما يعتبروا أنه الإجراءات اللي خذتهم الحكومة لفائدة الخدامة كانت ما كانتش ناجعة بنسبة 43%، والإجراءات اللي خذتهم لفايت المؤسسات ما كانتش ناجعة بنسبة 37%. الأخطر من ذلك، الأخطر من هذا الكل، أنه 27.7% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهي الأغلبية متاع المؤسسات التونسية تقول أنها طلبوا منهم رشوة خلال تعاملهم مع الإدارة. يعني خلال إما عمليات رقابية يجيو كنترول، وإلا وقت اللي قدموا طلب عروض، وإلا خلال عمليات التوريد أو الاستيراد. يعني شكرا سفيان. يعني أنه وضع الإدارة متاعنا مازالت فيه خدمة كبيرة برشا. مرسي سفيان على الأرقام. موضوع قديم يتجدد من خلال وجهة النظر المرة ذي متاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي سنسي تكون علاقتها مع الإدارة التونسية مرقمنة إلكترونيك
كله ميلوات كما على غرار المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة بسرعة. وكانت تذكر حتى في الهيكلة كانت قبل عنا وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة اتنحت هذيك باش أكد أنه فما كسران العين في في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ما تنساش حاجة، الاستراتيجية الأوروبية كاملة للتنمية مبنية على قاعدة اسمها Think Small First، معناها تفكر في الصغير قبل ما تفكر في الكبير. نحن يظهر لي تلهينا بالكبير ومشي الصغير في العصر، إن شاء الله نطلع لهين بالكبير ما تظهر من لهين شيء. أنا فما جمعية اتحاد يمثل المؤسسات الصغرى المتوسطة تم الاستماع إليه عديد المرات في البرلمان، وقدم مجموعة من الاقتراحات القيمة في علاقة بقانون المالية، أدعو الجميع للاطلاع عليها. فعلا كي قريتها حسيت ناس فاهمة فاش قاعدة تعمل، ومش فقط تحتج على وضعها بعد وهي بالمناسبة هي من الأطراف اللي قاعد عملت لوبيينج ناجح في علاقة بموضوع الشيكات وكيفية تعامل موضوع الشيكات. طارق باش نواصل معك، تأتي لي في الكرامة بالمناسبة. باش نواصل معك طارق حول تقرير آخر جينا من مجلس نواب الشعب. خليتك تقرأ في تقرير بوصلة، ما نعرفش فرحان ولا متغش. بالطبيعة متغشش. لا متغش خاطر شوف بوصلة خلنا الناس باش تبدا عندها فكرة، هي مرصد للمجلس عندها سنوات تخدم وتعديوا به عديد الناشطين في المجتمع المدني ويعملوا في خدمة كبيرة برشا. يخرجوا تقرير سنوي وهذا التاريخ متاع نشر التقرير السنوي، والحقيقة الأرقام والمؤشرات سيئة، لا يعني أنها زادة ما كانش سيئة قبل، لما زادة المرة هذه ربما فما تقدم في السيء أكثر من الإيجابي. يعني خلنا نبدأ بالحاجات البازيك. ساعة مسألة الشفافية، معناتها شفافية ضعيفة وضعيفة جدا في المجلس. يعني نعطي بعض الأرقام، بالمناسبة تقريبا 240 صفحة موجودة على صفحة البوصلة، وأدعو كل النواب خاصة كل النواب للإطلاع عليه. اجتماعات اللجان غير المعنى 16 لم يتم نشرها، محاضر جلسات اللجان المنشورة خارج الأجال 111، قائمات الحضور في اللجان غير المنشورة 34، قائمات الحضور في اللجان المنشورة خارج الأجال 105، قائمات الحضور في الجلسات العامة غير المنشورة 6. وهذا يخلق مشاكل، أحد المعارك الكبيرة اللي صارت هو عدم نشر تصويت مثلا الأحكام الاستثنائية أو الجلسات الاستثنائية في المجلس. الحاجة الأخرى هي فما خروقات نوعية ومتتالية للنظام الداخلي، وخاصة مثلا تم الإشارة للجنة التحقيق اللي تعملت في علاقة بليس الفخفيخ، الطريقة اللي تعملت بها تم التركيز على الأقل صفحتين في الموضوع هذه، إخلالات كبيرة في الحكاية هذه. رئيس المجلس، رئيس المجلس فما على الأقل ستة إخلالات بالضبط في الموضوع هذا لأنه مهم جدا. هو هاوش يقول لك لم يتم الإعلان عن تركيبة اللجنة في جلسة عامة ولا نشرها على الموقع الرسمي للجلسة في تعارض مع أحكام الفصل 68 من نظام الداخل المجلس، وهذا لا يمثل الإعلان عن تركيبة اللجنة في الجلسة العامة شرطا لمباشرتها لأعمالها، لأنه يمثل شرطا إجرائيا ضروريا إلى آخره. الغيابات عديد هل جايين هي الناس كل سنة في الغيابات، راهو اللي قاعد نقول فيه زاد أهم جدا. أنشطة رئيس المجلس رئيس المجلس لقاءاته مع اللجان ومع النواب هي أقل أنشطة متاع رئيس المجلس. أغلب أنشطة رئيس المجلس هي لقاءات بوافدين وضيوف، ولهنا واضح يعني بالنسبة لمرصد بوصلة يقول لك واضح رئيس المجلس يحب يلعب دور يتجاوز معناتها الدور متاعه. فما تركيز في خلوص الفوضى على كتلة الحزب الحر الدستوري، واضح معناتها عملوا مجموعة من الإخلالات اللي عملتها الكتلة، الاعتصامات في المكاتب المجلس وتسيترا، دونك واضح اللي هي معناتها تركيز على الموضوع هذية في علاقة بالفوضى. نجي مسألة الغيابات. أولا الكتل، واضح بالمناسبة حسب التقرير أن كتلة تحية تونس ثم الكتلة الوطنية هي أكثر الكتل الغائبة على أنشطة اللجان القارة واللجان الخاصة، واضح فما مشكل واضح في ومش بالصدفة كي نشوفوا نسبة حضور النواب في التصويت وفي الجلسات العامة نلقاو مثلا أقل نسبة سي كمال الحمزاوي، نسبة معناتها 12.5% في المشاركة في التصويت. ونلقاو لطفي عليه نفس الوقت، وهذوما زوز أونتر بارونتيز هما الناس زادة اللي عندهم مشاريع واللي ضروري موضوع تضارب المصالح في خصوص وضعيتهم، فما شكون حل الدوسي نتاعهم فيما يخص تضارب مصالح في الحكومة الفايتة، لكن الموضوع تجمد الآن. أنا أدعو إعادة الموضوع للطاولة لأن الناس هذه ظاهر عندها مسائل أخرى لهي بها
مش ليه هي بأعمالها في المجلس. ناخذ رأي المجموعة. باش نعطيك خليل سوفيين. سمعت أنا من هو مسؤول على بوصلة ومرصد بوصلة في تحليل لهذا التقرير، العديد من نقاط كما قال طارق، ولكن فما حديث على تأسيس مكتب المجلس الفوضى داخل الكتل. أربع مشاريع قوانين مكتب فقط مرت، أقل مؤسسة قاعدة معناتها تخدم بانسجام. أربع مشاريع وفوضى كاملة، أربع مشاريع قوانين فقط مرت فقط. والغيابات حاجة معناها مقارنة يعني بالسنة البرلمانية الفارطة، يقولوا أنه الأداء كارثي بالنسبة لهذا المجلس. سوفيان كلمتين كلمتين ونمر إلى زابين. في ما تسحقش كلمتين، كلمة في كلمة واحدة، هذا المجلس كارثة. وفي الحقيقة كنا نخيره أنه يتم حله والذهاب إلى انتخابات مبكرة، على أنه نلقاو رواحنا في هذه الوضعية اللي ما فما حتى مؤشر باش أنها باش تتحسن. واضح. شكرا لك سفيان خليل. أنا سمعت التقرير معناته، وإن شاء الله يكونش التقرير أشار زادة كيف في معرض الإشارة إلى الفوضى اللي ارتكبتها عبير موسي وكتلة عبير موسي اللي هم اعتصموا. ثم الفوضى الأخرى متاع العنف اللفظي متاع التهديد، تم ذكره، تم ذكره متاع تلاف الكرامة، نائبة تقول زملائي كلوشارات. يزم هذا الكله لا لا محطوط باش نوصل الآن الفكرة أنه فعلا البرلمان التونسي ما واش في مستوى الانتظارات. برلمان التونسي الدستور أعطاه أنه معناتها هو حجر الأساس متاع النظام السياسي الجديد، لكنه قاعد يمارس في الوظيفة المعاكسة. والدليل أن نسطر على اللي قاله طارق، وقت نقرروا باش نضربوا رئيس حكومة قررنا بعد القرار نبدأ ندبروا له كيفاش لجنة التحقيق، حتى لين طلعت غير مطابقة، وحتى لين طلعت ثم تلاعب كبير، وثم تلاعب مستقبل تونس في نهاية الأمر. تلاعب بالحكومات وباستقرار الحكومات وتلاعب مستقبل تونس. ماشيين بشوية إلى أنكم تقريبا مجمعين إلى المجلس هذايا يلزموا ينتهي بطريقة من الطرق القانونية. نسبة الثقة فيه ضعيفة جدا. نسبة الثقة فيه ضعيفة جدا لدى الناس، وهذا مش جديد حتى المجلس اللي فات، لكن أيضا المجلس هذايا. شكيب لا ما نعرفش كون حب يسكر فانت البرلمان، المهم مانيش منهم. سوفيان يحب يسكر فانت البرلمان، وخليل شويه زاد قاعد يفكر شكون ضابط حاجه احسن. لو تضمن اكثر من 54 مقعد تو توليت تمشي في الاتجاه نتاعك. اش تقصد سوفيان؟ يعني واضح واضح واضح. انا ما فهمتش لا انا حبيت نقول حاجه، انه فم موضوع الاقتطاعات مانيش عارف نوصل لانه يبدو زاد هو مجمد موضوع الاقتطاعات عن النواب اللي ما تحضرش وتغيب جلسات اللجان ولا جلسات البرلمان. هذا زاد يلزم نتحثوا عنه، مانيش عارف انا. اما الحاجه الطريفه زاد انه المسؤول اليوم على انه يقدم مسوده نتاع مدونه سلوك النائب كيفاش يلتزم خاصه في التعاطي مع النواب الاخرين هي السيده عبير موسي، وان شاء الله نتمنى انه في المدونه دي نلقى كيما تعامل كيما في البرلمانات الاوروبيه وتحديدا في انجلترا، اللي تعرف النائب من نجم يخاطب النائب كان بالسيد النائب المحترم سير معنا. ان شاء الله هي تكون من الناس اللي يدافعوا عن الموضوع هذا، ما خايف انه ما تقدمش بيه لان تقول تكتف بيه الموضوع هذا. ثانك يو سير شكيب، شكرا لك، سريت لكلكم، ميرسي بوكو. فاصل نرجع نستقبلوا احلام اللاعب دالي في الزفن. نهج التريبيونال. قضية اليوم اللي باش تسمعوها في نهج التريبيونال فاقت حدود الخيال. جريمة بشعة في ليبيا، ذبح طليقته وقطعها ثم رماها للكلاب. إن شاء الله تو ربي يسامحنا نلحقوها، إن شاء الله نلحقوها وإن شاء الله ربي يسامحنا. أكثر تفاصيل تسمعوها اليوم في برنامج نهج التريبيونال مع ماضي ساعتين على إي إف إم أحلى راديو. أحلى ضحكة. كمل يا شيخ، كمل هكا من غير ديباجة، من غير بس عشرين. شوف بالله ما كتبت صدقات، ما هي صدقات، كتبت في جامعة باي محمد في الزيتونة في جامعة سيدي بن عروس، أما باش نكتب صداق في باقة ألف أعوذ بالله كان نكتب. شد داكم كمل يا شيخ، اكتب صداق يخدموا على رواحنا، عندنا ميسيون راه. الله مستعان يا ولدي، حال التواري راي هاني 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 أكثر من التواري هاني هاني حالي حالي من الشاب النابه النبيل على الهامش المتوسط الصغير بمهر قدره دينار قبلت بالدينار قبل مرخصك وقدره دينار نقدا. انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. مرحبا بكم ناس الكل كالعادة، وقايت نستقبلوا أحلام العبدالي معنا في الزابينج. أحلام مرحبا. مرحبا.
رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد البارح خلال لقائه بأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أن الوضع الحالي هو من أكثر الأوقات خطورة لتعيشها تونس منذ الاستقلال. وشعرنا المهم نوصلوا للدفاع الوضع دقيق ومن أكثر الأوقات خطورة لعرفتها تونس بعد الاستقلال. لكن ثم مؤسسات وثم رجال وثم نساء قادرين. لعنا عنوان رئيسي والعنوان الرئيسي هي رئيس الجمهورية هي الأب منها نتاع تونسي كليك الجامعة لكل الجلسة على الناس كليك ويزم الأصول تقتضي هذا إن شاء الله قدرة الله إن شاء الله. أخطر وضع عرفته تونس منذ الاستقلال يقولها الرئيس قيس سعيد لنور الدين الطبوبي اللي متقدم له بمبادرة متاع حوار وطني. كيفاش قريتوا التصريح هذا يا خليل؟ أنا قريت التصريح هذا هو في الحقيقة مش جديد كلمة تخطير، ما تم تمهيد العملية السياسية قاعدة تصير أو تكتلات سياسية أو رؤى معينة للمخرج اللي موجودة في تونس تو سواء على المستوى الاقتصادي ولا السياسي. واضح جدا أن تقاربا كبيرا قد تم بين الرئيس قيس سعيد واتحاد شغل والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وأنهم يوحدوا في تصوراتهم من أجل الوصول إلى حوار وطني تحت مظلة رئاسة الجمهورية، وقد أكد الاتحاد على ذلك باش يتناول الوضعية. ولكن الغموض هنا وين؟ هل سيتناول الوضعية من أساساتها بمعنى نعودوا نناقشوا التركيبة الحكومية نعودوا نناقشوا نظام سياسي نظام انتخابي أم أنه سيقتصر على إعادة لملمة الأمور؟ سفيان، هناك فكرة سياسية فما خيوط قاعد رئيس الجمهورية يسحب فيهم هكا بشوية كل مرة يجبد خيط ساعة على مستوى الخطاب. رئيس الجمهورية يستعمل في التضخيم الأنفاز وهذا يخليه مجانب للحقيقة. الوضع اليوم صعيب صحيح لكن ماهوش الأصعب ما مرت به تونس. طمنتني سفيان. ليه باش نتذكروا فقط شعبيه ظريفه في 62 راهي كانت فما حرب اهليه في البلاد ما بين بورقيبيين ما بين يوسفيين. في 69 راهو فما عباد يمشوا في الشارع ما عندهمش وين يباتوا وش ياكلوا، معناها في التجربة ذيك بتاع التعاضد يعني مش منذ الاستقلال في عام 77 وفي جانفي 78 نهار واحد فما أكثر من 300 تونسي ماتوا بالكارتوش في الإضراب العام. نعم 84 فما عملية الصدمة على الاتحاد العام وكل المشكلة ذيك. عام 86 تونس ستيت دون زان ايتا دو فايت، تونس كانت فالسة والتجينا للبلان داجستومون ستركتوريل وكذا وعاودت قامت. يعني اليوم الوضعية صعيبة، من واجبنا الكل ومن واجب رئيس الجمهورية لأنه رئيس الجمهورية ومن واجب اتحاد شغل لأنه المنظمة الوطنية الكبرى أنهم يقدموا تصورات جديدة باش يقوموا. لكن أراو الفرق معناها كل شيء ممكن نجمه. المشكلة الوحيدة هي شنية في داخل كل طرف، شنية الرغبة الحقيقية متاعو نتاع انه يحط يده في يد الاخر. الرغبة الحقيقية من خلالها انت سفيان ترى اللي التصريح هذا فيه تضخيم مش صحيح ان منذ الاستقلال هذا اخطر وضعية. طارق، انا ساعة نحب ان قبل التحليل مش بش يصير حوار اقتصادي واجتماعي. خلينا النقاط الاولى المبادرات اي المبادره. البارح الرئيس اعلن بشكل واضح انه لن يكون في حوار، قال لن يكون في حوار مع الفاسدين يعني يعني مقلب تونس مش معنيه بالحوار، واتحاد الشغل ليس معنيا بحوار فيه ائتلاف الكرامه، خاصه اللي ائتلاف الكرامه مازالت البرلمان مازال ما اعلنش على تنديد بالكلام اللي قالوا ائتلاف الكرامه في علاقه باتحاد الشغل. وذاك علاش ودايور البارح في البيان بمناسبة استشهاد فرحات حشاد الاتحاد أكد اللي عاود رجع للوضعية نتاع الاتحاد في وقت الترويكا. لا باش نقاطعك باش نرجع لك الكلمة بعد لنسمعوا تصريح محمد عبو حول موضوع الحوار باش تعطينا أكثر معطيات. محمد عبو شكيب على موضوع الوضع الاقتصادي. لا ما نفوتوش أنا قلقني برشا، سامحني في الكلمة ونعتذر لكل المستمعين في اللي باش نقوله. معناه أنه مشكلة رئاسة لسان الحركة، بمعنى
أنه اليوم الرئيس الجمهورية يقول لك الوضع خطير ودقيق، ما هذاش قال رئيس الجمهورية ولا؟ طيب أمام وضع بالخطورة هذه وبالدقة هذه وبالحراجة هذه اللي ممكن الدولة تمشي في العفس وينقسم الظهر متاعها، يفترض رئيس الجمهورية كيش تعمل؟ ما يتفزع تعمل مخاطبة الناس، الشعب التونسي تخاطبه رئيس الجمهورية بشكل واضح ودقيق، تعقد مجلس أمن قومي تجمع فيه كل الناس تفزعهم تقول لهم الأمر جلل، الساعة خطيرة، الدولة باش ينكسر ظهرها، راه الأمر مش نستنى أنا حتى يجيني سي نور الدين طبوبي باش يقدم لي مسودة نتاع مبادرة تقول والله ذكرت وضعنا خطير ودقيق. معناها ما يستنيش الفرصة هذية باش يقول لنا إذا كان احنا بالحق في الخطورة هذية نتاع الوضع عليه ما خرجش وتكلم عنده الحق. مش مسودة شكيب، مبادرة مقترحات لما قال قابلة المراجعة خرج بالورقة ولخصها. الاتحاد عنده لجان رأي معناتها تخدم تاع دراسات كبيرة وقت يقدم مبادرة يقدمها. لا نعم، أما الاتحاد أنا جزء ملاحظة اتقية، أنا ملاحظة اتقية، والرئيس يدرس فيه الموضوع. اللي اللوم أنا اللوم شكيب اللي هو نورمال مو عنده شويه لياقه، نقول لنا لسان الحارك والذراع البارك. انت ليه ما لا 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 تعرف مليح انت المثل. لا 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 طارق طارق انا شخص انا سمع طارق فما دو فيرسون انا ما فيها كلام بدي هذيك المثل اللي عندي مثل نظيف. لا 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 اتمنى ما تستعملوش بالكل جميع الحالات. شفت مشكلتك فين؟ انا ديما تعمل لي بروسي دانتونسيون. انا شخص نظيف، انا شخص نظيف، دماغي نظيفه. المثل اللي قصدته لسان الحارك والذراع البارك على بيرسيبسيون تاع المواطنين ما يهمنيش. كل واحد كل فول وتعرف انت اللي بتنجم تصير كونفيزيون. كل شات من رجلها معلقة عزيزي الغالي. انا نقصد لسان الحارك والذراع البارك. اذا فهم واحد مخه مقلوب وموش نظيف يلا يسمعوا الزوز امثلة ويعرفوا الزوز امثلة. يا طارق يقول لك مانيش مسؤول على طريقة فهم الناس، ولكن شاكي بالحق الملاحظة الاتقية في محلها على خطر كما قلت انا راهو فما بلوزيوغ فيرسيون من هذيا. لا 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 الفيرسيون تاعيانا كلام بذيء فيرسيون كلين. اسمعني مانيش نقصدوا هذيك الفيرسيون تاعيانا فيرسيون كلين اللي هي لسان الحارك والذراع البارك واضح. وهذا يقولوه لو تيغوار هذا تونيزيان يرددوا وانا في الموضوع هذاك نحب الامثله هذه. الجهه اللي جايه منها يقولوا هكا الحقيقه معناها ما نعرفش. رئيس الجمهوريه اكد زيد من جديد ومره اخرى انه ما فماش حوار مع الفاسدين. في المقابل محمد عبو عضو الحكومه السابق والامين عام السابق للتيار الديمقراطي البارح طلب من الرئيس انه ما يقبلش الحوار بتاتا مع الاطراف هذه. نسمعوا محمد عبو. لا ما يصحش حوار، ما يحاولش رئيس الجمهوريه. تو تتصور الاحزاب السياسيه في تونس جاهزه توا حاليا باش تقدم شو مقترحات؟ تحب تعرف شو مشكله تونس الاقتصاديه؟ مشكله تونس الاقتصاديه كونك عندك اداره مضروبه، عندك قيمه عمل مضروبه، عندك دوله صورتها جدا في الداخل وفي الخارج، ما فما حتى حد يثق فيها. اللي موجود فيها يحب يدبر راسه، ولا فما ناس شويه وطنيه تحرك فيهم الى اخره. وانت تحب تغير مناخ اعمال مختلف ومناخ عام مختلف، كيفاش تغيروا؟ انت هذوما اللي موجودين. انا نحكي لك على نهضه، نحكي لك على قلب شويه لاتلاف، زاد فيها زاد دبر في راسها باش من عامه مش فيها زاد ابعاد شويه هكا جايبتهم هكا شويه حسيس وكذا. كي تلم هذوما مع بعضهم هذوما مش ممكن يصلحوا. هذوما دورهم كون البلاد تدمر وتبقى هكا باش يدبروا يوسف في وسط. كيفاش هذوما تحاوروا معاهم؟ سامحني تعيطوا شو تحكي معاك؟ اللهم باش تحكي معاك الاستسلام، باش تستسلم انت ونحن باش نحكموا البلاد. هذا ما ظنيش كم موضوع نقاش. انا ادعو السيد رئيس الجمهوريه كما استدعوهمش، هو حر طبعا رئيس الجمهوريه وقت ياخذ قراره سنحترمه جميعا. محمد عبو البارح في جزء كبير من كلامه كان متوجه الرئيس الجمهوريه قيس سعيد في بعد حتى على الموقف نتاع الحزب اللي كان ينتمي له او الحزب اللي مازال ممثل فيه كقاعدي اللي هو التيار الديمقراطي. وجه لكلامه رئيس الجمهوريه فقال فانه في حال رئيس الجمهوريه خيب ظنهم فانه هذا هو المطروح. سيد رئيس الجمهوريه راه توا المخرج في تصوري انت عندك انت ولا خلي الناس تعطي الشرع. انا هذا اللي نجم نقول له، اما نجم نقول له بفصل 80 وبرشا تاويلات. هو استاذنا في القانون الدستوري، برشا تاويلات راه الدستور تسمح له كون يمشي للخطوه اللي يلزم فيها اللي هي التدرج في اتجاه تطبيق القوانين معهم. وعنده مؤسسات راه منضبطه جدا جدا عند الاقتضاء وناجم يعول عليها، وعندها برشا وطنيه يتجاوز اللي نحكي لك عليهم مليون مره، نعرفهم انا معناها تفكيرهم الى اخره، ونعرف عندهم وطنيه تتجاوز برشا ناس رفعت شعارات وربما ما فهمش شكون ناظر قبل الثوره. اما اليوم ولا عدو ولا دوله تونسيه ولا شعب خيبنا. يا واحد يشوف بلاد اخرى، هذه نقولوا للتوانسه يا ايسوا من الاسلاح يا خموا في ديسمبر 17 ديسمبر 2010 وكا هو ولا غالب. تاع 17 ديسمبر مازالوا جمعتين. لا 2010 انا قلت لهم خموا فيه. يعني انا وصلنا لهذيك. لك علاش نقول له السيد رئيس الجمهوريه حاجتين؟ راه شوف يا ما تخلق مجتمع منهار تماما ونحن قاعدين نعانيو في انهيار القيم الوطنيه وغيرها عند جزء كبير من المواطنين من الانظمه الاستبداديه المختلفه، وتحب لا قدر الله نرجع الوضع هذا راهو خطير على تونس. انت اصلا اليوم عندك المسؤوليه اليوم رئيس الجمهوريه طبعا.
حوار محمد عبو البارح خلينا نطرحوا على أنفسنا العديد من الأسئلة. طارق باش نبدأ معك على خطر في نفس الفكرة اللي بديتها قبيلة. محمد عبو يقول لنا تحالف مع الفاسدين، يدعو رئيس الجمهورية يقول عيط لرئيس الحكومة ونبه وقول له الناس هذوما ما عادش تخدم معاهم، وروجينا 17 ديسمبر يمكن أن تكون ثورة أخرى ولكن بمعطيات جديدة المرة هذه مش على نفس الأسباب. يمكن ساعة في محمد عبو الأداء هذا السياسي حسب رأيك طارق في سياسي مستقل له متماشي مع آراء حزبه لا مع آراء الرئيس لا مع آراء الحكومة وحده على نفسه؟ لا هو ممكن، هو ممكن توا معناتها من ناحية الموقف السياسي ومن أقرب الناس للرئيس لموقف الرئيس من ناحية الموقف السياسي، مش بالضرورة قراب يعني يقعدون بعضهم ويتحدثون بعضهم. نحب نكمل قبيلة، لن يتم حوار في السياق الرهن. الطبوبي قال بشكل واضح اللي معناتها حتى المبادرة متاعه ليس لها بعد سياسي، لا تتعلق بالحكومة أو بمبادرة سياسية اتسترا، يتعلق بحوار اقتصادي واجتماعي. يعني سيد طهري قال في مبادرتنا تتعلق بكل شيء بما في ذلك المسألة. لا هو عمل الحوار مع شارع المغاربي اليوم تنشر دير وقال فيه الكلام هذا بوضوح، وين اللي نعرفه زاد مضمون المبادرة ما فيهاش الجانب السياسي ما فيهاش جانب الحكومة، هي تقريبا مبادرة التيار الديمقراطي الحوار اقتصادي واجتماعي حول الإصلاحات الكبرى. لكن بس سامحني طارق تصحيح لموضوع الحوار متاع الطبوبي، قال لن نقترح تغيير الحكومة، لم يشر إلى نقاط أخرى سياسية. أي. لا يوجد ولا يوجد، هاني قلت لك لا يوجد فيها بعد سياسي. هون قلت لك علاش خاطر تطرح بعد سياسي، طرحت مسألة القانون الانتخابي، طرحت مسألة النظام السياسي، هذه أصل المبادرة. لكن بعد لكن لا بشوية، لكن تم التراجع عليها، لم يتم اعتمادها. علاش؟ لأنه تم مناقشة الموضوع في البداية ومشاورات أنه في النهاية باش تتوجه رئيس الجمهورية اللي هو عنده موقف في المواضيع هذه في النظام السياسي وفي القانون الانتخابي بتلفسهم مش في كل الإطار المناسب المحايد لنقاش من هذا، وبالتالي لم يتم التنصيص عن النقاط هذه. نرجع تو لمحمد عبو. محمد عبو بوضوح ليس هو عضو قاعدي في التيار ولا يمثل التيار الديمقراطي ورأيه، وهذا قاله هو. معناه الحاجات اللي يقول فيها محمد عبو هي تعبير على حاجة قاعدة تتشكل في البلاد موجودة فيها هو، وتتشكل بشكل عفوي مش ناتج عليه الأزمة العامة والعطالة العامة في المؤسسات. عناوين طارق معلومات ستتغير الحكومة، هو يحكي على توا يقول لك خلي الحكومة، أما يحكي معهم قيس سعيد مش مشكل، هي الحكومة غالطة غالطة. هو توا التوجه هذايا متاع أنه الرئيس يعمل حاجات سبكتاكولير بما فيها أنه فما قانون طوارئ، فما أشياء تنجم تسمح بإيقافات معينة في علاقة بقضايا متاع فساد معينة، ثم إمكانيات من نوع هذا، هو يلمح لهذه المسائل. الفصل معناهم الدستور المتعلق بالله، متعلق بقانون الطوارئ القائم الذات، معناته اللي هو اللي يسمح لي بخلاف الفصل اصلا حتى مش بغير تفعيل الفصل هذاك اللي هو يسمح بإيقافات. شوف في المقابل هذا ليس، نحب ناكد على النقطه هذه، هذا ليس له علاقة بالكلام اللي يتقال في شهيرات اخرى بما فيها سيد صادق شعبان، بما فيها اليوم مؤسسة عمومية إذاعية خلينا نقول إذاعة المستير عامل استفتاء هل تقبل كمواطن تدخل عسكري لإنقاذ البلاد أم لا؟ طبعا على صفحتهم. هذا ما عندوش علاقة بالكلام هذا، هذاك كلام عنده علاقة بالنوستالجيا القديمة اللي هو هنقولها لكم الناس كل مؤسسة الجيش غير معنية، مش لأنها هي ما هي موضوعيا وبنيويا غير معنية بالتدخل في الشأن السياسي، هي فقط لحماية المنشآت، وهذا اللي أكدوا البارح وزير الدفاع سفيان. تفعيل الفصل الذي سيمكن رئيس الجمهورية بأنه يأخذ المبادرة السياسية برمتها في يده، وفما سنكرونيزاسيون كبيرة ما بين حديث محمد عبو وتصريحات رئيس الجمهورية. كيفاش فسروا ذي؟ معناها رئيس الجمهورية ساعة عنده الأجندة متاعه وحده، وما نتصورش أنه مدخل فيها محمد عبو. لكن اللي لاحظناه أنه في الفترة الأخيرة بعد مغادرته للحكومة محمد عبو زاد شوية حدة في مواقفه، الشيء اللي خليني نقول أنه معناها إلي دونز اون سيتواسيون دو شوك بوست تروماتيك، مازال ذاك الصدمة بعد الخروج نتاعو من الحكومة، لأنه فما بعض المواقف الحدة متاعها ما استنسناش منها، ما نعرفوهاش عند محمد عبو، ورغم أنه هو كان شديد المواقف شديدة. البارح تقريبا دعا لزوج سيناريوهات. أيوة. السيناريو الأول هو الثورة الشعبية
السيناريو الثالث هو الثاني هو الانقلاب تقريبا من غير ما يسميهم. لكن هذه الإشارات اللي أنا نقول أنه اليوم هذا الكل تمظهر لأزمة حقيقية في البلاد. ومحمد عبو مهما كان موقعه في التيار هو شخصية سياسية من الصف الأول. وبالتالي كي نسمع كلام من شخصية سياسية من الصف الأول تقول الكلام هذايا راو الوضعية خايبة برشا. وهذا في عود ندخله في مواجهات إذا ندخله في طريقة أخرى للتفكير كيفاش نقعد نخمو مع بعضنا. هذا الأسف اللي مازال ماهوش موجود. تصريحات محمد عبو بسرعة شكيب. أنا محمد عبو النسخة هذه والصيغة هذه اللي توا سفيان قال صيغة مرضية. بالحق عندنا اليوم محمد عبو الفوضوي. قلت أنت صيغة مرضية معناها ماهوش هذا بالضبط. ما قلتش مرضية. البرسبسيون تاع شكيب بنات التسجيلات. اي لا نكمل. قلت أنا هذا مش قدك ماش قاطعوا طارق ماش خرج علينا هذا محمد عبو. محمد عبو الأنارشي معناها هذه أنارشية محمد عبو هذه فوضوية محمد عبو لغة حربية بامتياز يحكي على استسلام وتقريبا مش يحكي على رايات بيض. مازال كان باش يحط روحه على ذمة الرئاسة في كتابة بيان رقم واحد ولا يوفر له منصة الصواريخ اللي تحدث عنها قيس سعيد. الرجل يدعو العسكرة البلاد يحكي على وطنيتهم وكذا ظاهرة ما تسحقش معناها أي تصريح تلميح قريب من التصريح أنه يحكي على أنه الجيش معناها يهبط وأنه رئيس الجمهورية يحط يده على كل السلطة والصلاحيات. هذاك اش قال سفيان؟ أنا تقديري أول جهة محرجة من اللي يقول فيه سي محمد عبو هو التيار الديمقراطي لأنه محرج من مثل الرجل الذي اللي ظل عن مدنية الدولة. لأنه مدنية الدولة مش كانت تخلط بين ديني ودولة تخلط زادة بين عسكري ودولة. خليل موافق مدنية الدولة لا ما ظل ضايع أثنية معناه يعني ما نسواش ضايع أثنية لسبب بسيط. أنا نعتقد رغم أنه تومبيرامون تحديثه مع سفيان أنه محمد عبو كان أهدى من هكا برشا في الحوار السياسي. ولكن اليوم كان تسمع اللي قاله محمد عبو ما بين الفصل 80 تدخل الأجهزة السيادية للملمة الوضع أو الخيار الثاني اللي هو أخطر توا خطير صحيح ثورة ثانية وكلام هو اليوم عندنا 24 تنسيقية على 24 ولاية الكل غير مؤطرين سياسيا واجتماعيا والكل قاعدين متكونين من مهمشين. يعني هذا الوضع في البلاد. الوضع كان مش تعاول على الحراك الشعبي والحراك الشعبي هذا في عقل كل انسان كان مش نحاولوا على الحراك الشعبي غير مؤطر مش لا كان مش نرجعوا ايضا للتدخل السيادي في المسار السياسي نكونوا ضربنا الديمقراطيه ونكونوا ضربنا حتى الفصل 80 نفسه لو ما هوش جاهز للاشتغال توا. اذا كان انت تقول لي باش تعلن حاله الطوارئ او باش تعتقل له غيره لازم ترجع المحكمه الدستوريه اللي هي غير موجوده وهذاك علاش لليوم يخدموا بالامر عدد 50 لسنه 78 في قانون الطوارئ. انا مش انا خليل اللي قالوا خليل تعرف علاش اللي قالوا خليل مهم لانه عندنا امين عام سابق للتيار الديمقراطي ماهوش ديمقراطي. كيفاش في علاقة بشنو؟ قال لك خليل ضرب الديمقراطية في الحديث عن عسكر. لا مش هو ضرب الديمقراطية. ما قلتش ضرب الديمقراطية. قلت استعمال الأجهزة السيادية يعني توظيف الطوارئ. فصل 80 مش ضرب الديمقراطية. لا استعمال الفصل 80 مو موجود في الدستور. موجود في الدستور. كيفاش؟ أما قال يوظف الديمقراطية وأنا معاه. ما هوش محب. قيس سعيد يحط يده على السلطة. استعمال مش مش ديمقراطي. قلت استعمال الفصل 80 أخر الحلول مش محبذ لأنه اختر على المسار السياسي باش تولي قوة أخرى تتدخل وتعتقل بدون أذن قضائية وباش تولي قوة أخرى تتدخل. هذايا نرموه ما نطرحوش. احنا نطرحو التغيير بالمؤسسات. ولكن يا ولادي يحضر الحق يحضر ويجبو. علاش احنا تو نستبقوا في أمور طارق أشار إلى القانون الحالي لحال الطوارئ. أنا حبيت نحل بارونتيز على الفصل 80 لأنه مطروح فما ناس تحكي عليه مازال راهو ما فما حتى شيء. لكن قيس سعيد يبدو أنه رافض لا. هذا الفصل تعرف علاش قيس سعيد خرج على الدستور التونسي وكان لا دستوري في الموضوع هذا؟ لانه ها نقول لك علاش. لانه هو استعمل مره في بيان رجع للفصل 80 في موضوع التنقل الجولان وغير في وقت اللي 80 ما تفعلوا كان تكون ثم محكمه دستورية وبينات الفصل 80. واضح احلام نواصلوا في مجلس نواب الشعب. وزير الداخليه توفيق شرف الدين البارح يقول وانه تقلدت وزاره الداخليه باقتراح من رئيس الجمهوريه قيس سعيد وهذا الشرف لي.
نتحدث وكأنه خطأ اتصالي ثم وكأنه متعمد، بدليل أنه ثم ثلاثة وزراء عملوا تصريحات في نفس الوقت. أولا التصريح عليه هو تصريح كان عام جدا من المسائل المطروحة في الجرائد والمجلات، ما لا حرج في التصريح بها، وفيما حتى مس من التحفظ لمسؤولة الدولة ولهيبة وزارة الدفاع. قاعد للأسف ربط ذلك بتصريح أحد سيد وزير الدفاع سيد وزير العدل ويقول هذوما وزراء الرئيس، ولا أجدني مضطرا إلى توضيح بعض مسألة معينة. أنا أتشرف إذا صح فعلا وأن السيد رئيس الدولة هو من اقترح، وأنه شرف. تقلدت وزارة الداخلية باقتراح السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد وليس من أي شيء آخر. به نرجع وتتسويت الوزير الداخلية اللي قال أنه ما هوش خطأ اتصالي أن يكون قريب، وإلا ولو هو نفاق لنا من أنتميش حتى حزب سياسي وما عنديش قرابة سياسية بقيس سعيد، ولكن الموضوع هذايا أثار سؤال حول وزراء الرئيس طارق بالمكشوف. فما ثلاثة وزراء يخرجوا يتحدثوا في نفس الحديث نفس النسق نفس، لا خلينا احنا عنا توا العدل والدفاع والداخلية مؤخرا يحكيوا بنفس النسق متاع السياسي متاع قيس سعيد وزراء الرئيس. هو نفى انهم هما متفقين باش يعملوا نفس التصريحات في نفس الموضوع. قال انا عملت تصريح يخص العشر سنوات الفارطة في علاقة بالمخدرات وذكر نواب قال لهم راه انتم قلتوا نفس الكلام. هو في علاقة بقيس سعيد قال انا اتشرف واذا كان هو اقترحني في الحكومة، قال انا هذه تهمة لن انفيها اذا كان صح اللي هو اقترحني. فما وزراء الرئيس ما لعليش هو فما ضغط من قلب تونس نبيل القروي حركة النهضة ضمنيا وراه لتحوير الحكومة لإبعاد وزراء اللي اقترحهم الرئيس. هذه ماهيش هو المشيش يبيده مقترح الرئيس قبل ما يقلب الفيستا ويدور مع جماعة الأخرين. يلا خليل تمام، مشكلة كبيرة لأن معناتها اليوم هذا سيد وزير الداخلية موجود في الحكومة بالفلسفة الأولانية نتاع التركيبة الحكومية. شنو الفلسفة الأولانية؟ حكومة مستقلة تماما عن الأحزاب السياسية تتكون من كفاءات. إذا نخرج توا من الوضع هكا يلقى روح موجود في واقع جديد للتركيبة الحكومية، هو تركيبة حكومية تابعة للقوى التي أسندت لها الثقة والتي تستطيع أن تسحب منها الثقة. ولهنا الحكومة نتاعنا مش واضحة بالكل. المشيشي كما قال طارق هو نفسه مشمول بهذا الالتزام السياسي الأخلاقي الأول واقترابه الشديد من الأحزاب اللي منحته الثقة رغم اللي هو معناه مضطر إلى ذلك باش يخليها أيضا في وضعية من ناحية الأخلاق السياسية غير واضحة. باهي هذا مطروح جدا، باش رجع الكلمة سفيان بعد لنسمه الإكسخيا ذي. في نفس الموضوع هذايا وتحديدا نوعا ما رفض وزير الداخليه لمجموعه ربما من الملاحظات اللي اعتبرها مش مقبوله، نحكيوا على الرونده الثانيه نتاع تمرميد كلمه اللي نسمعوها برشا في البرلمان ما بين نائب في البرلمان ووزير الداخليه توفيق شرف الدين اللي طالبوا بسحب الكلمه هذه وبالاعتذار عليها. سيادتكم تكلمت في لجنه برلمانيه قلت انه عون امن ورئيس مركز ابتزك سامحني في الكلمه وصل مرمدك وفكلك وراقك وما خذيت وراقك كان بالمعارف بطريقه ملتويه وانت المحامي والاطار فما بالك بالزوالي وباب العائله. تحدث احد الساده النواب المحترمون على ان السيد وزير الداخليه لما كان مواطنا تعرض الى سلوك او رد فعل او تصرف غير لائق، اعتمد كلمه غير لائق. انا ادعو السيد النائب المحترم احتراما للذوق العام واحتراما للمواطن الذي يسمى توفيق شرف الدين واحتراما للسيد وزير الداخليه للدوله التونسيه ان يسحب كلمه. هذه كلمه لم اسمعها في اي موقع في تونس، اسمعتها وانا نلعب في الكوره ولا انا في قهوه ولا انا نمشي في الشارع ولا انا في اجتماع. مؤسف ان اسمعها تحت قبه البرلمان وانا وزير الداخليه التونسيه. سفيان معناها الساعه النائب اللي حكاه هو سي محمد العفاس وما هوش معروف عليه انه دبلوماسي معناها السيد هذا النائب نقولوا مثالش ما قالها في التلفزه هو يا اخي قالها في الوعده ان الوزير الداخليه عنده الحق في رد الفعل ان ما غلط زاد سفيان معليش قول فيها في اللجنه استنيني قلت كتم اللي قرر وانا شدني بوليس ونحالي وراقي وعمل فيه اخي الغلطه انه يحكي قصه صارت له انه قصه ما يحكيش لا 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 يوزن كل كلمه يدور لسانه سبع مرات مش كتفوا بيها الناس بالله انا لحظه لهنا نجم تقول كل شيء بلياقه. هو يقول لك حاجه وهذا مهم جدا تو في الاشهر الفارطه في الاسابيع الفارطه كان فما ضغوط متبادله لانه توفيق شرف الدين مش بتاع وزاره الداخليه وهذا صار داخل وزاره الداخليه نحب ناكد وكان فما تجاذبات في الاتجاهات الكل. توفيق شرف الدين انا نقول من البلاصه هذه اللي هو في الاسابيع الفارطه استطاع انتزاع احترام عديد المديرين العامين بتاع وزاره الداخليه وعديد النقابات الامنيه. والبارح بعد المداخله اللي عملها
كان فما حفاوة كبيرة به، وهذا سيصعب مهمة الائتلاف اللي داعم المشيشي في إبعاد توفيق شرف الدين على وزارة الداخلية. برافو على خاطر الوزراء كانوا يسمعوا في السبان نتاع النواب ويسكتوا مرة هذه وقف على حقه ويعطي صحة دفع الروح وكهو أحلام. سالم الأبيض رجع في كلمته بعد لوم المبطن لوزير الداخلية توفيق شرف الدين على تصريحاته مؤخرا في اللجنة في البرلمان بخصوص بعض التجاوزات في الوزارة أو بعض منتسبها، رجع بنا للانقلاب الشهير اللي فقتلنا به المخابرات التركية. نسمو سالم الأبيض. ما ثم حتى دولة في العالم سيد وزير الداخلية توضع معلوماتها على قارعة الطريق، وأنا ضد اللي تعمل هنا. حتى إذا كان ثم مشاكل في القطاع الأمني تعالج بالطرق القانونية داخل القطاع الأمني. أنا أقول لك وهذه معروفة، وأجهزة الاستعلامات تتحدث عليه في العالم، تونس مخترقة من عشرات أجهزة المخابرات وتشتغل، ومش كان تونس كثير من الدول، ولكن دورنا إحنا ومؤسساتنا باش تتصدى لها. في أجوان فات سيد وزير الداخلية قدمت لكم بسؤال سلفكم وتقدمت به للسيد وزير الخارجية والسيد وزير الدفاع حول ما يسمى بالانقلاب المزعوم الذي اكتشفته المخابرات التركية لما جاء احتلت الوطن وجهلت راك قالت انها راه لقيت وثائق فيها انقلاب في تونس. والإشكال مش في أنهم قالوا لقينا انقلاب في تونس، الإشكال أنه ثم حملة سياسية اتخدمت على القاعدة هذه وشيطنة شخصيات سياسية في تونس وشخصيات وردها عميلة وأنهم باش يقضوا عليها وأنهم وضعهم يخدموا مع ورئيس الجمهورية مستهدف وكذا، ولكن للأسف مؤسساتنا بقت ساكتة. عنده الحق، أنا رأى أنه كلامه هذا صحيح حسب المعطيات اللي حكاه. كمواطنين نطلبوا أنه باش نعرفوا التبعات متاع المطالب اللي تقدم بها سيد النائب هذا سالم الأبيض. تفضل خليل. مواطنين مطالبين ومطالبين أخي، أول مرة نسمع على اختراق أجنبي في تونس، أول مرة تتخلق لنا متاع انقلاب وهمي وبعد الناس تطلع خطيها ويحقوا معهم ويبحثوا معهم إلى غير ذلك. أول مرة ما عملناش الجنرال المجنون 2018 باش نخرجوا وزير الداخلية، باش نخرجوا وزير الداخلية ونجيبوا وزير آخر، لأنه وقتها الائتلاف الحكومي ما بين النهضة وتحية تونس يتطلب التخلص من بعض الناس. ما نعرفوش اللي احنا عندنا القناة الصهيونية العاشرة جات صورت في اللافني لهنا وقت الاستشهاد محمد الزواري وجات خل مواطن ألماني وصور وروح. ما نعرفوش اللي عندنا أكثر من سيناريو متاع انقلاب تقال على ناس اللي جي ضد السلطة واللي منقلب. يلزم اليوم سيد رئيس الجمهورية يخرج يحكي مثلا على موضوع يقول ثم اختراقات، يلزم في الجمعة هذيك يوضحها، لأنه عندنا شهرين السيد رئيس الجمهورية قال ثم اختراقات. اختراقات وأطراف، باش نعطيك طارق سفيان. الموضوع هذا مطروح في علاقة بتواصل أجهزة الدولة أيضا، معناه في كل جلسة نسمع نواب يتوجهوا الوزراء يقولوا له راهو اللي قبلك رانا بعثنا له ملفات، معناه كان في بالك شنو كيفاش، معناه كيف يحصل هذا؟ ما في بالهمش ببعضهم؟ لا 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 في بالهم، في بالهم. المشكلة وين؟ المشكلة هو أنه هات نقولها بكل صراحة أنه أغلب مراسلات واتصالات النواب هي القضيات خاصة مش تهم الدولة. للأسف هذا الواقع. الشيء اللي خلى أنه العلاقة ما بين معناها الوزراء والنواب علاقة تطلع وتهبط اون فونكسيون من الجو العام والتموقع السياسي. ما عرفناش، وقلنا رئاسة المجلس ومكتب المجلس عندهم دور كبير في أنه يعطيوا لتدخلات النواب، تساؤلات النواب يعطيوهم القوة، يعطيوهم القوة باش أنه الحكومة وفقا للدستور مجبورة باش ترد عليهم. لا أظن أنه هذا في اختصاص النواب، موضوع المساءلة يدخل في اختصاص النائب. لا مش مساءلة، الأسئلة لا حتى الأسئلة. المتابعة والمساءلة وأنه يتبع ملفه وهو في اختصاصه عليها كيفاش يعملوا له أكثر من هكا. الحكومة والجهات المسؤولة تعكف عليه ملفك قلت ثم انقلاب سهلة كلمة انقلاب لازم يتبعوه. تعرفني أهم معلومة البارح بعد مداخلة سالم الأبيض وزير الداخلية جاوب سالم الأبيض وكشف وزير الداخلية البارح اللي فما تحقيق قائم الذات وفما عملية تحقيقية في موضوع التجسس، في موضوع التجسس قائم الذات، وبالتالي اللي يلزم النواب يعملوه بما فيهم سالم الأبيض هو متابعة الموضوع أنه ما يقعش تحقيق إلى الأبد. لا أنا مانيش عارف، لما تسمح خلود موجود بسرعة. لا أنا مش فاهم أنه علاش منزعجين من موضوع الانقلاب، معناه
أنا كي كنا نحكيه توا بكري مع محمد عبو اللي تقريبا معناه يحكي على العسكرة وأنه استعمال معناه الجيش. حافظ الزواري نايف في البرلمان قال يزم الجيش يتسلم مقاليد البلاد لأنه على انضباط. ما عندوش علاقة مش كيف كيف. شكيب مش كيف كيف. مش كيف كيف. مش كيف كيف. الكلام أنه رئيس يستعمل الصلاحيات والأدوات نتاعو حاجة. أما الجيش يشد الصلاحية حاجة أخرى. غير متفقين مع كاين شكيب السيل وطار بالعمل في نهاية الحصة. طارق وخليل وسفيان ما همش متفقين معك على التوازي اللي قمت به ما بين تصريحات محمد عبو والصلاحيات الدستورية. قلب دستوري قلب العسكرة وقلب دستوري. شكيب شكرا لك. نرجع للموضوع أكيد حتى غدوة كنت تحبوا لأنه سيبقى مطروحا هذه الأيام. مرسي طارق شكرا سفيان يعطيك الصحة. خليل الأخبار ونرجع معكم مع ضيفنا وليد جلاد الذي طلب في مجلس نواب الشعب من رئيس الحكومة أنه يقرأ بالقداء قصة سيدنا يوسف وأخوته. في 90 دقيقة من اثنين للجمعة مع خلود مبروك على EFM أحلى غاديو EFM ميتيو.